معنا الآن في الاستوديو الدكتور خالد الخاطر المتخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي. دكتور خالد أهلا ومرحبا بك. بعد شهرين من الحصار كيف تقيم تأثيره من الناحية الاقتصادية؟ دعيني أن أحاول ألخص الموضوع في ثلاث من خلال ثلاث قنوات يعني يمكن نتأثر منها الاقتصاد وهي قناة التجارة الخارجية وقناة القطاع المالي والعملة وقناة الثقة. بالنسبة للتجارة الخارجية طبعا التجارة في حدود البينية بينه وبين دول مجلس التعاون أصلا هي ضعيفة بسبب عدم تنوع الاقتصادات، فنحن نستورد من أكبر اقتصاد في المنطقة وهو السعودية 4% من وارداتنا، وهذه مقارنة مع ألمانيا على سبيل المثال مع جيرانها الأصغر 60%. هنا يمكن يكون للحصار تأثير ولكنها هي متركزة في بعض المواد والسلع الأساسية كالألبان ومنتجات والدواجن والخضروات والمواد البناء، وهنا تحركت الحكومة بسرعة وتدخلت ولعبت دورها على أكمل وجه، من حيث عندما تعطلت آلية الأسواق بسبب الحصار في هذه السلع الأساسية تدخلت كمستورد وكموزع وكأيضا منظم للأسعار. هي لم تنظم الأسعار بشكل مباشر ولكن حاولت أن تحافظ على استمرارية تدفق هذه السلع بحيث أن تكون الأسعار في حدودها التنافسية. إذن من هذه الزاوية لا يوجد تأثير يذكر على المدى القصير. بالنسبة لقطاع النقل أيضا هذا ربما النقل والسياحة ربما يكون هو الأكثر تأثرا، وأيضا قطر واصلت بناحية قانونية وهذا اضطر دول الحصار إلى فتح بعض المسارات. بالنسبة للقطاع المالي هو أيضا محدود الانكشاف على دول الحصار، وقطاع الجهاز المصرفي خصوصا هو محصن منذ فترات طويلة يعني بفضل القوانين الاحترازية والسياسات الائتمانية المتحفظة التي تبناها المصرف المركزي منذ عام 2002 و2003 مع بداية ارتفاع أسعار النفط والدورة المالية، وبالتالي كان الأكثر والأقوى تحملا للصدمات التي ضربت هذه المنطقة، سواء حتى في هذه الصدمة يعني لا يوجد انكشاف في حدود 20 مليار دولار ودائع، هذه بسيطة حتى لو يتم تجديدها يمكن التغلب عليها. بالنسبة للعملة لا يوجد مجال أيضا للمضاربة على العملة لأنها العملة قوية وتدعمها احتياطيات قوية سواء كان بالبنك المركزي أو بالحكومة وصندوقها السيادي، والعرض عرض الريال القطري في الخارج الذي هو ممكن يكون ثغرة قليل جدا ولا يمكن استخدامه هنا للتأثير للمضاربة. ولكن بالتأكيد ما قبل الأزمة ليس كما بعد الأزمة، ما هي الدروس المستفادة الآن؟ الدروس كثير، دروس كثير. يعني أنا مما يستنتج من خطاب سمو الأمير أن التعامل مع الحصار هذا كأنه حقيقة قائمة إلى أجل غير مسمى، وهذا تصرف سليم من صانع سياسات يبني سياساته على أسوأ الاحتمالات لاستغلال الظروف وحشد الطاقات لتحقيق أفضل النتائج، فلا ينبغي العودة إلى الأوضاع السابقة حتى ولو تم رفع الحصار غدا، من حيث يجب تقليص الاعتماد على الجار وتقليص الاعتماد على النفط على القطاع الهيدروكربوني، وهذا يستدعي إعادة رسم السياسات كل السياسات، فقد تمر الآن بمرحلة تحول هيكلي تستدعي إعادة رسم السياسات في كل مجالات السياسات الاقتصادية والسياسات القطاعية والصحية والأمنية والاستراتيجية، بحيث بما يحقق الأمن الغذائي والأمن الدوائي والأمن والاستقرار الاقتصادي بل كل أنواع الأمن وكل أنواع الاستقرار والتنمية المستدامة وصولا إلى الهدف الأسمى وهو الرفاه الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. وأرى أن ذلك سوف يكون على ثلاث مرتكزات أساسية مستقبلا: أولا تحقيق أكبر قدر ممكن من الاعتماد على الذات وتقليص الاعتماد على الجار، ثم سد النقص بالاستيراد من الخارج مع تنويع وسائط مع تنويع مصادر ووسائط ووكلاء الاستيراد أيضا، والانفتاح الخارجي الاستثماري والاقتصادي على الدول الأخرى. وهنا أود أيضا أن أوجه دعوة لرجال الأعمال وللأموال رؤوس الأموال التي خرجت، إن خرجت أنا ليس لدي معلومات ولكن أنا كمحلل أتوقع أن يكون حدث خروج بسبب التوتر في رؤوس الأموال، أطلب منهم إعادتها واستثمارها في المجالات الحيوية التي تحدث عنها السمو الأمير في الأمن الغذائي والأمن الدوائي. وهو هنا إذا كان أيضا هناك دعم أو حماية يكون أيضا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. وهنا نوعين من السياسات: السياسات الاقتصادية والسياسات القطاعية والسياسات الهيكلية لتنويع الاقتصاد على الأجل الطويل. بالنسبة للسياسات القطاعية كالتجارية والصناعية والزراعية وهذه يجب إعادة توجيهها نحو تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتج الحيواني والمنتج الغذائي والمنتج الدوائي وأيضا مواد البناء ونحو ذلك، بحيث تحقق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي، ثم بعد ذلك نلجأ إلى الاستيراد ولا يكون الاستيراد
نحن الاستيراد عندنا يعني أصبح ثقافة سائدة، ولكن يجب استغلال وتعظيم الإنتاج بقدر الإمكان، ثم بعد ذلك نلجأ إلى الاستيراد. أيضا نظرة شاملة جدا، أيضا ممكن أن ندخل في شراكات استراتيجية مع أصدقائنا كتركيا على سبيل في مجال التصنيع، التصنيع الحربي، لماذا يعني نظرة شاملة جدا الوضع الاقتصادي. أنا آسف هذا الحديث يطول، يحقق التنويع الاقتصادي ويحقق التنويع الأمني والتنويع العسكري ويحقق أيضا اكتساب التكنولوجيا. أسف انتهى الوقت، هذا الحديث يطول وفي مناسبات أخرى سنكمل في هذا الإطار بالتأكيد. الدكتور خالد الخاطر متخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي ضيفنا هنا في استوديو الجزيرة من الدوحة، شكرا جزيلا لك.